مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في من قلبي. اليوم باش تكتشفوا معايا شعر بطريقه جديده، بطريقه حديثه. شاعره فرضت روحها على وسائل التواصل الاجتماعي وكسرت القاعده، وانا ديما نحب نبحث على الاكتشافات والمواهب. اليوم هي موهبه اما بديت تنتشر برشا وتتعرف برشا، ما زالت في بداياتها خليني نقول، أما حبيت نعرفها أكثر ونشوف كيفاش نجمت تغامر وتدخل للمجال هذايا وتقبل خاصة النقد في البداية. سعيدة هذا المساء باستضافة مريم ديلي. مرحبا مريم. مرحبا بك السر، عايشك فرحانة. الناس اللي تبع على انستغرام وعلى الوسائل الأخرى على التواصل الاجتماعي يعرفوك، يعرضوهم برشا فيديوهاتك في التلفزة، يمكن مش ياسر تظهر، ولكن خليني نقول اللي انت غامرت وكسرت القاعدة وخرجت بهكا بظهور مختلف في قراية الشعر وفي الترويج زادة للصورة هذيك، أن كيفاش تلقي الشعر والمواضيع اللي تطرق لهم واللهجة وبرشا برشا حاجات خدمت عليهم مريم. هذايا من وقتاش بدأت الحكاية؟ قديمة وظهرت توا، وإلا معناها هكا جات صدفة، ولا كيفاش جات هكا الدخول للشعر؟ انا عندي بالضبط عام سوغ لي ريزو سوسيو، مي المشاهدات اللي نعملهم اليوم، نعمل حتى ملايين مشاهدات على قصائدي، كي خاطر يحبوا لهم السنوات. قد ايه القضيه القصيده المسنده للقضيات الفاملين وميتين، ان شاء الله ربي يفرج عليهم، كانت هذاك اكبر رقم. دونك انا في عام فيس على ميت اللي يمكن يعملوه الناس في 5 سنين، على خاطر انا عملت محتوى يونيك اللي هو الشعر كما قلت انت. ما فماش برشا كيفك يلقيو في الشعر بالطريقه اللي باش نشوفوها، ويعني وخدمت على السوشيال ميديا، كانت فما برشا هجمات عليك، انه تعرف اللي التجديد ماهوش سهل ساعات، انك تكسر القاعده مش سهل. انت كان هذاك معناها حبيت يكون هكاك، خدمت عليها انك تكسر القاعده؟ بالطبيعه انا ساعات يقولوا شبيها كان هي اليوم الشعر مثلا موجوده وناشئه على ريزو سوسيو، ولا تعديت في دي باساج كيما اليوم معاك زيده، قولهم خاطر انا جي بري لو ريسك في كل شيء، سواء في الكتيبه كيفاش كيما قلت انت قدمت الشعر، في اني حتى كي نتعدى في دي باساج نغزر للكاميرا كي نقرا. دونك انك حبيت نكسر القاعده، ونتصور اللي خليني نقول هذا انا في الديبو، مي شويه من النجاح اللي انا عملته اليوم ما جاش من فراغ، جاي لي انا مسيت لي كوتي الكل، ونتصور انا هكا حسب نظري اللي انا تميزت سورتو لي بلون، معناها كو سوا بالاقلم نكتب شعر الجنوب، نكتب بارفوا كلاشيت، نكتب نغزل الكاميرا، فما صوره زاده نخدم عليها. اليوم احنا في 2024، كيما الفنانه ما عادش كيما قبل، الفنانه اليوم لازمها تتلهي بروحها بصراحه المنشطه. دونك انا زاده كشاعره فما صوره لازمها تكون بريزونتابل، انا هكا يزيدوا يتغشوا مني. لا علاش يتغشوا منك؟ اما انت تعرف اللي معناها ما زلت في البدايات، عندك نفس طويل هكا باش تدافع ديما على الطريقه الجديده هذيا وكل. انا مشاهدتي هي اللي تدافع عليا، والناس اللي تحبني، خاطر هما اللي نقدوني شويه، يمكن ما همش دي جون بيان سور، لكن وقت اللي الشباب يكون معاك وكما يقولوها الجمهور يختارك، هذيك هو اقوى سلاح، وقتها تولي حتى ما عادش تستحق باش تجاوب. انا ديما نبحث ديما على المواهب في المجالات الكل، واليوم فرحانه اللي حاضره انت في مجال الشعر. احنا حكينا توا على الصوره والقالب، القلم من وقتاش ظهر عند مريم؟ من الصغرى وقتاش بالضبط بديت تكتب؟ 24 سنه كان اول مره اكتشفت الموهبه نتاعي، عمري 24 سنه. من قبل انا عندي كي نحط دي ستاتيو اكسبريسيف، معناها حتى كي كنا قبل في الفاك ولا حاجه باش نشكيو البروف ولا حاجه، ديما انا اللي حاطيني ديليغي نتاع الكلاس، خاطر يعرفوني نعرف نتكلم، ديما جينوف، لكن ما كنتش نتصور روحي اللي انا نعرف نكتب، حتى لين سبحان الله صاروا بون دي كوانسيدونس وكل، كتبت
وحب نشرب شويه قلت بوخ اول مره جاك هكا كوراج باش انت تولي تهبط فيديوهات هكاك كيفاش؟ عندها عام الحقيقه انا فرصه باش نشكر اكيد سي طاهر الجيزاني اللي كان من الناس اللي امنوا بيا نصحني. هو اكيد اكتشف برشا مواهب وقدم برشا مواهب، لكن إني هو شجعك باش انت تدخل للسوشيال ميديا. كان تفكر مليح، هو اللي اصر اصرارا شديدا، قال لي علاش يا طفله تو نفكر كلامه، علاش يا طفله حرام هكا تقعد هكا. انا وقتها تعديت مره تخوا فوا بلوتو في راديو وكا، قال لي عليه هبط على لي ريزو سوسيو تو تشوف. هبط اول فيديو افكتيفمون اثر بالعدد الهائل تاع الناس اللي تتبع. اول فيديو توحشت انا القديمه اللي هي حبوها برشا ديجا يبدو يفدك يقولوا لي قديمه. احنا باش نتفرجوا توا في برشا فيديوهات اخترت لك منهم انا شويه ما نجموش نعديوهم الكل، خلي ياخذوا فكره الناس اللي تتبع فينا اللي يمكن ما شافوكش في وسائل التواصل الاجتماعي يراوك في التلفزه الوطنيه اليوم. شاهدوا بعض. حاجه من عند ربي ما ينجم يفهمها حد، في لحظه تلقى روحك نسيت وبرت، وفي عز الوجيع توفى الوجيع، وفي عز الخساره تعطي نصايح وتقص على التنهيده وتقول انا بايع، مساكن مش منهم مرض مش طبايع، مساكن مش منهم مرض مش طبايع. انا ما غاضنيش اللي عشتو، غاضني اللي ما عشتوش، فما غيظ يتخبى خاطرو تخلق يتحس وما تحكيهوش، اما المفتاح ساعات يبدا قدام عينينا يتعدى واحنا نلوجو ما نشوفوش. قال لي انت مرات هني، انا حكايتنا اليوم وفات، تستاهل ما خير مني، لاني متعرس ولا مخذات، وبرا فيك كنت نمني، خطيني قال لي مش مني، هذا مكتوب وظروف واتات، وما نحبش نضيع وقتك، نخاف ناكل لك عمرك، وانا عندي خوات بنات، سلم قال لي على امك، وقل لها تابر الصمك، ما تدعيش عليا في صلات. يزيني بلا لغة وجيب من الاخر في كلامك، من غير ما تتسكبن نعرف راني افلامك، الواش عليك تتلبد والطريقة قدامك، تحب تبعد تجبد شكون جايك شكاية شكون لامك، نقص كانت تقولي نحبك كي اختي، لا انا بنت امي مش بنت ماماتك، تحب تخرج نظيف مسكينة وضعيف، خليتني حبيت وهزيت دياتك، وش المطلوب توا نبدا نعمل فيهم، ونكلم غدوة صحابك نشكي ليهم، ونبدا نفضح فيك نسبك نبلوكيك، ونمشي لصاحبتي نبكي شوية حذاهم، لا مش باش نعمل هكا حرام فيك حتى العركة، وكانك في الغدرة سيد أنا في العزة لليهم. خبينا عينينا ونصبنا طاولة البي، أما البي غايب والعشي خايب، نتعشى وانتي مش في الدار، تيوينك هاي البريكة كيما تحب الكبار، أما قهوتك من بعدك يا البي قطعوها من العطار. كرسي خبيتو ورا باب الكوجينة، وخرجت نستنى كيف وصوت لافين في الجنينة، كي دخلت لقيته في التصويرة يغزر العينينة. قصفوهم قتلوهم شفتوا الصغار، قلنا تو تفرج زادوا الأسفار، ماتوا طبة ولي فيهم طبة، لكفى الطبلية غلق بر السبيطار، لحمامة السبة لا ترلا تخبى، زعما صهيوني ولا نكار. قصفوهم قتلوهم ماتوا الأحرار، طريق الحرية مكيس بالنار، كله دم وصوت الدم، والعرب برماه وكان النوار، قالوا لم وقلنا لن، أدوات النفي بدحها بهبار، زعما يشاهد الجيل الواعد نسل الفلاقة ولاد الثوار. هذايا شوية من برشا فيديوهات المريم ديلي على الانستغرام وعلى الفيسبوك وتيك توك، وقاعدة تكتب في برشا مواضيع مختلفة ومتنوعة. كي نشوفوك تحكي وتقول في الكلام، أول حاجة تجي للبال هذا كلام تعيشه ولا تحكي على ناس عاشوه، ولا كيفاش معناها تكتب الكلام هذا؟ تحسه أنت كتبته وعشته؟ فما حوايج تنجم تكون عشتهم قبل أكيد، فما حاجات كما قلت أنت نحكي على الناس، وفما حاجات نعيشهم. بين هذا وهذا وهذا خليهم مش عارفين انا شكون في هذوما الكل. انا اهم شيء لي انا في الاخر نمثلهم ونمسهم، خاطر المشاهدات ما تصير الا ما يصير بارتاجرا، المشاهدات العاليه، وهو ما يبارتاجيك المراه سورتو نساء، انا يتبعوني سورتو ما يبارتاجيوني نساء، الا ما ترى في روح، ترى في كلامي روحها تظهر في الفيديوهات اللي نشوفهم، الكلام اللي تقول فيه
قوية، أنت قوية؟ ما نعرفش شنو مفهومك للمرأة القوي؟ القوي القوي هو اللي ما يكرهش، ما يكره حتى حد مهما تكره. القوي هو حتى لو كان فشل ما يحسدش الناجح، بالعكس ياخو منه. القوي هو اللي يقبل الابتلاء، هو اللي كيهز يديها لربي عنده يقين اللي ربي باش يستجيب. وانا نظن اللي اليقين ماهوش مربوط فورسيمون بالتدين، نحس اللي اليقين رزق في القلب، يمكن على خاطر الحاجات هذوما نتصور اللي انا قوي. كيف نشوفوك زاده تقرا في الشعر تظهر هكا صعيبه وكل، تنجم مريم تطلب السماحه؟ لشكون تطلب السماح مثلا؟ انا يمكن كي نطلب السماحه نطلب السماح من روحي، نطلب السماح من روحي على كل مرة سكتها فيها وهي حابة تتكلم، على كل مرة قلت فيها أي وقت اللي كان لازم نقول لا، على كل مرة كانت توري فيها في الحقيقة وانا عملت روحي ميريتش، على كل مرة حسستها اللي هي ضعيفة وقت اللي هي أثبتت لي في الأزمات اللي هي وحش. هذا الكل اللي ديما مخبي فيك، وهذا كنشوفوا فيه في الكلام اللي تقوله ونتفرجوا فيك، خاطر قاعدة توصل في برشا أحاسيس وحاجات من عندك من داخل، معناها نحسوها. أنا نحب نحكي على تجربة خاصة في مصر، خاطر يمكن برشا توا اللي يتفرجوا فينا تظهر اللي تعمل فيه معناها وتقدم فيه مريم يمكن حاجه غريبه جديده، مستانسين بالشعر في قواعد اخرى في طريقه اخرى. نحب نقول اللي النمط هذايا توا موجود برشا في مصر، ناجحين فيه برشا، تعرفوا برشا اسامي. بعد ما نوريك الثلاثه تصاور هذوما باش ناخذوا فكره على اشعارهم، وبعد باش نسالك ثلاثه اسامي نتصور راك بديت تعرف على شكون باش نسالك. عمر حسن، فارس قطرية، والشاعرة أميرة البيلي، هذوما ديما نراوهم وديما يعرضونا في السوشيال ميديا. عندك حد فيهم أكثر من حد تبعوا؟ فارس قطرية أكثر واحد. أكثر واحد. خلينا نشوفوا ساعة فكرة على شنو يقدموا هما وباش نسالك. تفرجوا بعض. قالوا في قصة حبها هتقلب فكرك وكان هتغير فيك وهتبقى ماضيك وتشقلب فيك وانت مكانك، وبسبب القصة دي ياما حاجات هتكون فرحك او احزانك، واحدة زي اسمها يتقال تترب، واذا كنت عجوز هتعاود شاب، هتكون مجنون وعبيط ومدب، هتعاشر رص بنات حواء، انما واحدة بعينها هتتحب. فبجد وفعلا وأمانة مهما الواحد حب وعانى فده مش ذنبه، وإذا حب جديد ما يكونش حنينه إليه خيانة. من كام سنة قبل ما أكون 20 كانت الأيام أجمل بكتير، عيل بيشوف شكل العالم وفي قلبه براح يحلم ويطير. كانت الأيام في أخير متشال بمقاس الطفلة بويد نعمة، كنت أسأل أمي في وقت النوم كام سنة هتعدي وهبقى كبير. الناس كانت غير الناس يمكن، والعالم كان أهدى شوية. كان عندي إيمان إن الأيام عمرها ما في يوم تيجي عليا، هكبر وأحقق أحلامي وأسرح وأتهته في كلامي وأقول العالم قدامي وأجيب السما طوع الهدايا. حبيت نوريك ثلاثة هذوما اللي بداوا من الأول فيديوهات بسيطة، شوف وين وصلوا اليوم. مريم وين تشوف روحك أنت كي تتفرج في الثلاثة
شعراء هذوما اللي قدموا برشا واللي ولاو يعملوا في عروض معاهم مصاحبتهم الموسيقى، ويعني أثروا أكثر التجربة نتاعهم. تخمم في هذا؟ أكيد، لكن أنا ديما نقولي أنا خاطر في البداية هما معناها بعد أعوام، خلينا نقولوا مش لازم برشا، كل واحد كيفي، فما 3-4 سنين، عندي جوست عام، أكيد إن شاء الله في المستقبل نخمم في حاجة كما هذه. تخدم برشا على ساعات تبع الموجة، معناها هذا اللي نعيبه ساعات شوية عليك، أنه تحير هكا الاسم بكلاش، بديت تنقص الفترة ذي، حسيت اللي هذا مش هذا المهم توا. نقصت نحيت كومبليتمون، حتى الحقيقة آخر كلاش هذيك خاطر مسني، ما حبيتش في بلادي، حتى كان وصلت معناها الآخر حاجة باش ندافع بها على تونس، ما نحبش كوني مس تونس، خاصة كي يكون غريب. تحدثت على اللي تعطي توقعات، يمكن كان جات تونسية هكا، كان أنت من برا تحكي في حاجات شؤون داخلية سياسية في بلادنا، لا ما حبيتش في بلادي. مريم باش تخدم أكثر على ليماج اللي توا كنت نوري لك فيها، انه تولي تقدم عروض وانتاج اكثر زايده في الكتابات، معناها خاطر انت ما عندكش معناها نفس النسق في تنزيل الاشعار كما اللي سميتهم لك اليوم. اي لان سافا، معناها ابوبخي فما مره في الجمعه ولا مره في الجمعتين، فارس هو اللي هبط برشا اللي وريناه، اما اميره وكل ما يهبطوش برشا، فارس هو اللي بريس كل دو تخوا جوغ. فارس عمر حسن يخدم برشا على لي سبيكتاكل، العروض على السبيكتاكل، دونك فارس هو اللي ما شاء الله عليه، معناها ياسر يبدع، ياسر يخلق، الي ناف فارس قطريه، ديجا جو مانسبيغ منه ونتاثر بيه، ما نهبط انا راني ما نغيبش اكثر من جمعتين. شنو نجمو نسمعوا اليوم في من قلبي معاك من قراءتك الشعريه؟ نسمعوا قصيده حاجه من ربي، حاجه من ربي ما ينجم يفهمها حد، في لحظه تلقى روحك نسيت وبرت، وفي عز الوجايه توفى الوجايه، وفي عز الخساره تعطي نصايح، وتقص على التنهيدة وتقول أنا بايع، مساكن مش منهم مرض مش تبايع، مساكن مش منهم مرض مش تبايع، صحيح مشيت بنيتي أما زمان كان لي سند، كشفهم لي وراني لحد ما ينفع حد، وما تلقى في الضيقة والخنقة والعيطة، كان ربي والميمة وساعات تنهيدة، وكل ما وفينا بدينا هنا بدينا، وآخر كل سطر فيه نقطة ديما. انت تكتب ديما باللهجه الدارجه، معناها التونسيه، وكتبت باللهجه الجنوب. اي تميزت زاده في لهجه الجنوب. عندك حاجه نجمو نسمعوها؟ اي بيعه والسلعه الرخيصه، والرخيصه يسوى كشور، وعد على السلعه النفيسه، ومقصودي ما بين السطور، ملومهم خاطر هما أضعف من ملامي، والحقيق تحشومة يخاف يرعش من كلامي، صافية أمس في صحب، وعز المطر نهار العيد، صحيح اللبة تتعذب أما يخاف منها الصيد، وزيدوا عايروا نسل السيودة، آه يا غاير ويا حسودة، يبقى الصيد والتصيد والقرد والدقرودة، يجي نهار وتتلاقى العيون، والخسيس يهبط راسه اللوطة، حط على جرحي عصرة ليمون ولا تداويها طبة قلوبهم موتة، ما يغرني ولد فلان ولا بنت عروش اللي جابت أم ولا غابة سايبت وحوشها، وما يهزني صوت كرتوش، كرتوشة اللي تموتني مش باش نتذكر صوتها. هذه يا مريم ديلي، أنا نتمنى لك كل التوفيق، إن شاء الله نشوفك في عروض مخدومة أكثر وأكبر، وإن شاء الله تكون كتاباتك مميزة أكثر، وحضورك زايدة يتواصل على السوشيال ميديا وغيره، زايدة شوفك زايدة في التلفزة، كانت فرصة اليوم باش كنت حاضرة في التلفزة الوطنية في أول ظهور ليك في التلفزة الوطنية، وإن شاء الله يكونوا الناس حبوا اللي تقدم فيه، خاطر تعرف جمهور ساعات جمهور التلفزة مختلف على
على السوشيال ميديا راه مش ساعات هو نفسه. شكرا لك على الحضور في من قلبي. الجزء الثاني في من قلبي اليوم باش يكون مع ضيف فنان موسيقي مميز ترجع تجربته لسنوات باش نتحدثوا فيها ليله معاه. قبل هذايا حبيت نبدا بالاكستري هذايا من اول مشروع ليه رقش اللي تم تصويره مع مخرجنا منصف البلدي باش ناخذوا فكره صغيره في انتظار استقباله بحق. قداش عندك مريتوش اللي كنا نشاهدوا فيه؟ لازم نقول لك والله مده كبيره. خليني نرحب الساعه بالفنان الموسيقي وليد الغربي. مرحبا بك. مرحبا بك. رجعتك لسنوات. طيب خليتني متفاجئ الحقيقه نتاع ربي لخاطر الفيديو معناه التسجيل هذايا يعني مع الفنان العظيم سي منصف البلدي اللي صورناه يعني يمكن عندنا 20 سنه 25 سنه من نصور هذايا فهمتني ما شفتوش على الوطن. هي يعني هذه فرصه بارك الله فيك يسر ساعة بارك الله فيك على الدعوة هذية اللي خطفتني خطفين في المدة هذية في زيارتي. أنا سمعت أنت هالنهارين هذوما في تونس. في تونس في زيارتي القصيرة إلى تونس وتفاجأت بالدعوة هذية بارك الله فيك. عندي مدة ما تعديش في الوطنية. لازمك تكون حاضر في من قلبي على خاطر ما عادش ياسر موجود في تونس. عايشك. رغم اللي جات فترة من سنوات متعتنا برشا عروض وبرشا طلعات هكا كل مرة عندك طلعة وتنحكيوا علاش طلعات هذوما معناها عنده علاقة بتكوين كامل. للوليد الغربي اللي هو اليوم قاعد يقدم في برشا خدمه مزيانه ويقدم في فكره وصوره على التراث التونسي وغيره بطريقه متطوره ويخرج فيه خارج ارض الوطن. اليوم رجعتك الرقش اما قبل الرقش نرجعوا التالي اكثر من هكاك برشا. ما عنديش حتى يقبل ليه ليه؟ نرجع للتصويره هذه ساعه. شنو ان شاء الله خير. تو باش تبدا تتبع معايا بشوي بشوي. لهنا وليد يخمم موزيكا ولا مازال ماهوش في الموزيكا جمله؟ لا مازال مانيش في الموزيكا جمله. جمله يمكن مع الوالد وقتها فهمتني نمشي في الحفلات معاه. كما الاولاد صغار الكل اللي نحب نمس الالات ونبربش هكا. حاب نقول اللي هو ابن حمادي الغربي اللي هو المدير الفني للفرقه الوطنيه للفنون الشعبيه. الفرقه الوطنيه للفنون الشعبيه ويظهر لي كان عندك برشا اطلاع معناها عندك سهر اللي انت عشت معاه الفتره هذيك. اي هو اللي هو يعني الوالد ربي فضله هو السبب اللي خلاني يكون يعني فنان. فما الغرام دابور وانا يعني نمشي معاه في الحفلات ونشوف الالات الموسيقيه وانا صغير وتغرمت يعني بالموسيقى وحبيت الموسيقى وهو يعطيه الصحه دخلني الكونسرفاتوار باش نتعلم واعطاني الفرصه باش ناخذ هالمنهج هذا يعني. باش نرجعك بالذكريات مع الوالده الله يرحمها. الله يرحمها. والوالد ربي يفضله لك. هذايا زوز ثوري عزوا عليك برشا. يعني الوالد وامي الله يرحمها ناجيه خلت في قلبي اثر كبير بعد وفاتها وتاثرت وخاصه انا في الغربه. يعني ما عادش معاها الفتره الاخيره وبالمناسبه نحب نشكر اختي اللي معناها تعبت معناها معاها. والحمد لله يا ربي ماتت مرتاحة ومتهني علينا الله يرحمها. الله يرحمها. بشوفوا تصويرة الوالد اللي كما قلنا لهنا مع السيدة وزيرة الثقافة. هذه آخر تكريم مشكورة وزير الثقافة كرمته واعطاه يعني يستحق بابا يعني هو مؤسس من مؤسسين فرقة الوطنية للفنون الشعبية يعني مضى فيها حوالي أكثر من 35 سنة عنده أكثر من 50% إنتاجه هو من اللوحات الراقصة يعني وشرف تونس ومثل تونس في عديد المحافل الدولية في الأيام الذهبية للفرقة الوطنية للفنون الشعبية. باش نوريك زيدة كريمة زوجتك رفيقة دربك اللي مضحية برشا معاك. أنا نحب أنا مرتي اللي هي ترافقني حتى اليوم هي معايا. أيوه معاك في الكواليس. في الكواليس يعني هي رفيقة دربي هي حياتي. هي يعني هي سند الحقيقه نتاع ربي وخاصه النجاح في الغربه تاع نحكيو عليه يعني اذا ما يكونش فما تفاهم في الكوبل
صعيب يصعب برشا النجاح وتخفف عليك زي ده تخفف عليا وهي معايا وترافقني راه في كل حفله في كل عرض هي معناها هذا كل شيء الحقيقه. الاولاد الزوز تحكي لي عليهم شويه شنو يعملوا؟ خالد ابني خالد الكبير توا هذيك تصوير عندها مده هي مي هو توا عمره 26 سنه كمل الدراسه نتاعو يشتغل ما تبعوش الموسيقى؟ في راس وقت كنت في تونس عمل 4 سنين رشيديه وحتى وصل يعزف بالفيولون لكن بعد كيف مشى لكندا تبع السوكير كره القدم وتوا هو معناها في المرحله الاولى في الجامعه في يعمل جيستيون دو كونتابيليتي كمل الشيزاب وباش يمشي السنه الاولى في الجامعه يعني. معناها غرمت الصغار حتى اللي عمرهم لخموا باش يعزفوا والاولاد طلعوا ما همش لا في راس مثلا مغروم بالتمثيل وحتى عنده باش في التيك توك يعني هكا عنده يعني الجانب الفني وتبعوا فيه عديد المعجبين به يعني عنده كي عديت لك رقش قلت لي ما عنديش ما اقدم نوريك حاجه ما اقدم كونش مع الفرقه الوطنيه للموسيقى ولا لا 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 هاي اتفرج معايا هذه الفقره مفتوحه لكل الهواة غير المحترفين المغرمين بالآلات الموسيقية. آلتنا منذ يوم الأحد الماضي هي آلة الكمانجة. مشارك ثاني هذا المساء نتعرف عليه أولا. قديش عندك تو في المعانق لهذه الكمانجة؟ 5 سنين. شكون اللي درس فيك؟ كنت نقرا عند أستاذ لطفي الوكيل هو تو قاعد يشوف الكسر نتاع رشيدية. نعم. تو سنة بروميير أني سكوندير بدلت عند مدام ستاتكا. انت دي الهوايه طبعا الهوايه ندرس معاك الموسيقى وليش اخترت كمانجا ما اخترتش العود؟ حبيت كمانجا لخاطر نحس بها اله حساسه كل حب فيه سبب راه فلاش حب بيض هكا واحد يبدا قاعد يقول يحب اله حساسه كذا كذا واحد كل نهار يحب كل واحد يحب اي اله حساسه نسمع ام كلثوم حديد هكذا في السلوات فهمتني حسيت معناها فيها حاجه حابين نطلع عليها الحدا شنو هذا معناها الصوت هذا يا اخي معناها اكتشفت دي كمانجا حبيت نتعلمها تعبر بالكمانجا تو في الدار مالا ساعه تجبد هكا تعمل صيل ديما كي يبدا ثم مناسبات عائليه مش لازم يجيبوه اي لا مناسبات عائليه ديما موجود فيها موجود وش يقولوا لك؟ شجعوني بيك في الدار على كل حال شوفوا الفرحه اليوم في التلفزه في برنامج لو سمحتم قاولك عندك اقدم الرقصه يسر حقيقه فاجاتني اليوم انا نقول لك يعني مش نقول يعني فاجاتني مفاجاه كبيره برشا لخاطر هذايا تاريخ وهذه حاجه يعني صدقني قبل ما عندناش اللي باش نسجلوا من التلف في الفتره هذيك اتت يعني هذه في الثمانينات راه فهمتني برنامج لو سمحتم للراحل نجيب للراحل نجيب الخطاب وما عندكش معناها هذه الجمله يعني هذه انا ما تفرجتش فيها يعني حتى في التسجيل كونش ما شفتهاش خاطر مباشر الخاطر مباشر وما عندناش كيفاش نسجلوا يعني انتباع من العائله قالوا لي عملت حاجه باهيه راك في التلفزه وانا ما تفرجتش فيها اليوم تفرجت فيها من فضلك انت وبارك الله فيك على الفرصه هذه خاطر هذه توثيق لي انا والعائلتي زاد اولادي راهو بوهم في العمر هذاك يعزف وهو مع انا راهو مش وحدي نحب نحيي الزميل نبيل بيجي في الارشيف التلفزه الوطنيه اللي هو الحقيقه والله انا نحب نسال كيفاش طلعتوها لخاطر يقولوا الارشيف في الارشيف التلفزه التونسيه على يعني وليد الغربي
شك، قال لي راهو فما في لو سمحتم هكا موهبه ماني يطلعش هو، مشيت نثبت عادينا وقعدت نثبت ونحاود. انت ولا ماكش انت بدلت شويه على الفتره هذيك، بدل ما عقلتش روحي وانت هكا حتى اسمك ما سميتش روحك، ما سميتوش خاطرك هاشم وخايف اول مره في التلفزه. هذيك نقراو عند الاستاذ الكبير الفنان عبد الكريم اصحابه، وهو كان المنسق الفني للبرنامج لو سمحتم مع المرحوم نجيب الخطاب، وجاني قال لي مش تعزف كمانجا انت وليد؟ قلت له قال لي تحب تجي تشارك في المسابقه في برنامج لو سمحتم؟ قلت له نجي، فهمتني؟ ومشينا كل اسبوع فما من كونسرفاتوار يهزوا موسيقي هكا متقدم شويه في العزف، يعني كونش عمري 16 سنه حاجه كيف هكايا يعني صغير صغير بالكل. ياسر صغير. باهي احنا مادام شفناك وقتها نحب نشوفك توا نسمع شويه. شنو تحب؟ هو خليني هنا نقول اللي بخلاف عندك انت الكمانجا والترباب. الترباب هي اللي تميزت بها معناها. هي مبتكرة. الوليد الغربي نقول رباب، اما هذه آلة الرباب هي مبتكره، هي تصور عملته انا يعني بطريقه مغايره. خسارة ما في باليش كيما قلت اختفتني ولا هي خليتها في كندا. هكا اختفتني، كنت في تونس ما كانتش مبرمجة من قبل وراك جبتوا معاك. شنو باش نسمعوا توا؟ والله على اختيارك، تحب حاجة هكايا على الطاير، تحب نشوف معناها شنو حضرت لنا. أنا حضرت حاجة في الجاز، حضرت حاجة في البلوز، حضرت حاجة يعني تحب نسمعوا كلاسيك ولا تحب تبدا بالكلاسيك؟ كيما تحب. نبداو بالكلاسيك. بالكلاسيك حاجة على الطاير هكا. انت اخترت نحكيو على البدايات. بديت موزيك دي نوي دو موزار. رجعت للكلاسيك خاطر هذاك البدايات. هذاك البدايات. الغرام كان بالكلاسيك سواء الشرقي والا الغربي. الغربي. ولقيت روحك في نفس الوقت تشوف في فرقة الفنون الشعبية اللي خذيت برشا زايدة ماك الجو هذا. هي مدرسة. هي الـ الـ هي يعني مدارس. يعني الأوركست سيمفونيك والمرحوم أستاذنا الكبير سيد أحمد عاشور ومدام زلاتكا زادة هي اللي قراتني وعلمتني الكلاسيك، وبعدك دخلت الأوركست سيمفونيك مع سيد أحمد وتغرمت بالكلاسيك. لكن أيضا الأستاذ والمرحوم محمد علي صفاقسي هزني التخت العربي، كنا في الكونسرفاتوار يعني يختاروا العازفين العازفين المتميزين. بالتخت العربي تنقلت للفرقه للرشيديه. كان لطفي الوكيل وقتها هو في الرشيديه ونحن نقراو عنده، زاد هزني للرشيديه. من الرشيديه تنقلت للفرقه الوطنيه للموسيقى مع الاستاذ عبد الرحمن العيادي. وكانت يعني مره في الرشيديه، مره في فرقه وطنيه للموسيقى، مره في الاوركست السيمفونيك. وجاتني فترة زادة اشتغلت زياد غرسة، نحن كنا في الطفولة نقرأ مع بعضنا يعني نبيل زميل زياد غرسة، يعني فما الجيل هذاك كنا مع بعضنا في الكونسرفاتوار
وكنت نمشي مع زياد للدار. نهار عام طاهر الله يرحمه قال لي اجا معايا في يشتغل هو في نزل يعني نقولوا لحنا من نوع المضخم وقال لي تجي معايا منك تتعلم ومنك هكا معناها. وليت نلقى روحي مع فنان كبير مثل طاهر غرصة فهمتني في الاجواء هذيك. حسيت عندي يعني مدارس مختلفة في حياتي. نعمل في التونسي، نعمل في الكلاسيك، نعمل في الفهمتني. كونت لي أشياء نحب خليط ميلونج في الرؤى الموسيقية وفي الواحد. بعدها جات فترة اللي الفرقة الوطنية للموسيقى والفرقة الوطنية للفنون الشعبية واللي مع بعضهم زوز مع بعضهم. لقيت روحي نخدم في الفرقه الوطنيه للفنون الشعبيه. من بعد اقترحوا عليا ديريكت باش ندخل يعني كموظف رسمي في الفرقه الوطنيه في وزاره الثقافه. دخلت للفرقه الوطنيه للفنون الشعبيه. وفي نفس الوقت كنت ديما في بحث متواصل على التجديد. هذه قبل 94 ما زلت ما دخلتش في الكرياسيون. بعدها اقترح أما علي هو كان الباز اللي بعد أعطاني هكل الأفكار هذيك والكل. لين جات الفرصة باش كنت حاضر في ديكوفيرت 21 اللي قدمت فيه رقش وقتها مع الفنان إبراهيم بهلول. إبراهيم بهلول وكانت وقتها تجربة جديدة تحدثت عليها برشا معناها الوسائل الإعلام وغيره. كانت فكرة جديدة قدمتها وطرح جديد ومن وقتها وليت تتميز بك التجديد والابتكار. وليد الغربي اسمه اقترن بالتجديد وبالابتكار بالأنماط مختلفة بالأنماط مختلفة. جات فرصة باش تكون حاضر في مهرجان الموسيقى معزوفة وكنت من بين اللي تميزوا في الدورة الفارطة ذيك اللي خليك تكون موجود في الحفلة ذيك. تحب نرجعك للذكريات ذيك يعطيك الصحة في هذايا. ما نحب نوجه لهنا خاطر ديما ساعات واحد يعمل معك حاجات باهية وتتنسى وكي تجي فرصة كيف هكايا باش تحكي عليهم يلزمك تذكره ما تنجمش ما تتعدى عليها الحكاية وما تعطيش للإنسان حقه. أنا هنا بالمناسبة نحب الفنانة الكبيرة سونيا مبارك اللي كانت هي في الفترة هذيك هي مديرة نحيوها هي كانت مديرة المهرجان. وأنا في الدورة اللي سابقة كنت يعني اللجنة قالوا وليد الغربي ياخذ الجائزة الأولى وفما قالوا لا وكانت هي مع اللي قالوا وليد الغربي في عنده الجائزة الأولى. كيف الدورة اللي من بعدها قالت لي وليد أنا نحبك تعمل الافتتاح متاع مهرجان الموسيقى في 2008 ظهر لي حاجه كيف 2008 قالت لي نحبك تعمل الافتتاح وعطتني الفرصه هذيا نتاع عرض الافتتاح في سنه 2008 في مهرجان الوطني للموسيقى بتونس. نتفرجوا والله يعطيك الصحه هذيا زاد فاجاتني بها. شوفك الحضور متاع قديش من آلة اللي يمكن وقتها حاجة جديدة باش نشوفوها موظفة هكاك يجتمعوا. أنا حتى اللي نعطي حقي وهكا بالرباب اللي حكينا على الرباب هو يعطيكم الصحة زادة بينتوا الرباب الآلة. أما خل نعطي حقي روحي أنا معناها على خاطر أول من في تونس ابتكر العرض اللي فيه أنماط مختلفة.
يعني في عارض ولا في معزوفه تلقى ان معناها اسطنبالي، تلقى الاندلسي، تلقى البدوي، تلقى الموسيقى الحديثه، وتلقى حتى الكلاسيك بالاصوات الارمهنيه، يعني فيها اصوات وفيها يعني بحث كامل قمت به. هو كان هذاك العرض اللي قدمته في افتتاح مهرجان الموسيقى كان حوصله من عرض تونسنا، وعرض تونسنا هذا اللي قدمته درت به حوالي يمكن ستة سبعة بلدان، كنت مدعوم من وزاره الثقافه، مشيت بعرض تونسنا للصين، مشيت لروسيا، مشيت لامريكا لمنفس سيتي، يعني مشيت لفرنسا، مشيت لندن، كانت يعني عروض ودعوات، وكل دعوه تجيب دعوه، كل فياج وتحيه بالمناسبه لكل اللي شاركوا معايا في العرض وقتها، سفيان الزادي، عبد الرحمن الشيخاوي، جميله حقي. علاش انت من الاول كنت سابق بعرض تونسنا ما تواصلش المشروع هذاك؟ والله ما تواصلش، انا العروض قمت عديد العروض خارج الوطن، وكان يمكن ان معناها شغلي في الفرقه الوطنيه، الخاطر انا بالمناسبه سي مراد الصقلي زاد نحب نشكره برشا من العباد اللي شجعوني واعطوني العروض، وجه لي عديد الدعوات خارج الوطن، فهمتني؟ لكن تعرف الوظيفه كي تبدا انت موظف وتعمل في ابداع ديجا القديم ديجا الاستاذ وتحيه فتحي زغندة اللي كان عارفي في الفتره هذيك، وديما يقول لي سي فتحي يا وليد انا راني موسيقي، تختار حاجتين، يا الوظيفه يا تستقيل وتخدم الابداع نتاعك، الزوز مع بعضهم راهم صعاب، كنت نحاول باش نجمع الحاجتين مع بعضهم. هذاك اللي عرقل لي شويه ما خلانيش نقدم الكرياسيون اللي نحب عليه، لكن نعتبر روحي نجحت. والى مدى بعيد، خاصة في الفترة قبل ما نسافر لكندا، يعني قمت بعديد الرحلات، خاصة رحلة امريكا. شوفوا برشا الصحافة تكتب على وليد الغربي، يعني في بريطانيا، في امريكا، في لندن، في الصين، في اشتغلت مع اكبر جازمان يوسوكي ياماشيتا في طوكيو لهنا، يعني عديد هذا يوسوكي، يعني كانت كلها ابحاث وكله خدمه، هذه في منفس سيتي زاد كيف دونك خساره، انا بيدي قاعده في قلبي الحكايه، تمنيت على التميز لاني امثل بلادي. ديما عندك الهجس هذايا وليد انك انت تمثل تونس في كل مكان، يعني تمشي له تحب توصل صوره تونس، خدمت عليه برشا هذايا، ولليوم لليوم نخدم عليه، خاطر انا نعتبر حالي حامل مشروع، مانيش انا عازف وخلاص، يعني انا فنان، عندي تصور، عندي مشروع فني حامله منذ زمن بعيد، لكن حظي كونه في بلادي ما لقيتوش كيما انا نحب، وكان هذا من اسباب الهجره نتاعي. يعني جريت باش نكون ناخذ فرصه في كارتاج، مهرجان كارتاج مثلا، في عرض كبير، في عرض افتتاح، وقدمت عديد المرات. انا ما نتكلمش في وما نشكيش، ما نحبش نتكلم ولا نشكي، نحب ديما نتصور اللي الاجتهاد والشغل والعمل هو اللي يجيب، لكن اكتشف بالواضح اللي فما اساليب اخرى باش تحصل على مهرجان كارتاج، ولا باش تحصل على عروض، ولا باش تحصل على حتى راهو معناها اساليب اخرى، الله اعلم، انا معناها ما ندخلش في الديتاي، ما نعرف اللي فما اشياء اخرى، يعني مش بالساهل، فهمتني؟ رغم اللي سافرت ومثلت تونس، لكن معناها مش وقت واحد باش يحكي على الفرصه كيف جاتني، خاطر انا اللي حكيت لك عليها الفرصه، راح نحضر في البرنامج وقلت لك راهي جاتني فرصه وانا قضيت عليها، وكانت هذيك هي الانطلاقه اللي خلتني نفرض نلقى ثنيه في كندا. ندمت وليد اللي اخترت في وقت معين الهجره ولا ليه؟ لا، من الاول كانت لي صعيبه الحقيقه نتاع ربي، لكن توا كيف نشوف الوضع الفني في تونس ونشوف انا روحي وين متبلاصي في كندا، فرق شاسع. برشا معلقات العديد التظاهرات اللي كنت حاضر فيهم، هذا فيستيفال دو موند اراب، عملت سهره كامله لعبد الحليم حافظ، كلهم بعد ما سافرت. كل سنه عندي كرياسيون، كل عام معناها كل عام تلحين وبرايف وخدمه في كندا. مالوريزمون
الإعلام مش متواصل معانا هنا، متواصل في كندا في الإذاعات الوطنية الكندية كما راديو كندا كما، لكن احنا كل ما تجي لتونس لازم تكون حاضر في التلفزة الوطنية. فما عديد البرامج يحكيوا على المهاجرين يكلموني الحقيقة متاع ربي، لكن الصحافة والإعلام يعني البرامج الكبيرة واللي باش تخلي ما تخدمش برشا على الموسيقي وال ما تخدمش. أنت نشكرك في البرنامج هذايا يعني مأثر سهرتك بعازف يعني هذا رؤوف الغرب الحقيقة متاع ربي. في البرامج اللي نحن في كندا غادي كان تابع راديو كيبيك ولا راديو كندا، نهار السبت يجيبوها حاجه كيف هكا ونبدا نتفرج ونبدا نتحسر الحقيقه. ضيف واحد يعني وهو عازف وين نتفرج، هاي حتى مرتي هاي معايا نقول لها اغزر كيفاش يعطيو لهنا في كندا حق المبدع وحق الفنان، يعني يأثوا له سهره كامله كعازف ويمشيوا له المقر وين يبرف ويعملوا له يعني يعملوا له سهره يعني فهمتني. انت يعطيك الصحه ووصلت معناها قليل من المنشطين اللي ياخذوا هالتوجه هذايا. نحن ثقافتنا مازالت بعيده باش تاخذ عازف كمان ولا عازف اي اله وتاثث له سهره، على خاطر هو انا ديما نقول راهو العازف المتميز ولا الكرياتور راهو ما يوصل للمرحله هذيك الا تعب وتعب وتعب هو اكثر من المطرب والفنان. المطرب ربي يعطاه صوت وثقله، ما العازف من هو باش يتميز بالالم بالاله صعيب صعيب برشا. حكايه كامله حكايه كامله باش توصل معناها فهمتني، وصعيبه وتضحيه معناها ما تمشيش لحاجه اخرى، تشد فك المنهج هذاك وتكون انت مؤمن بروحك قبل ما يكون الناس مؤمنين بيك، تكون انت مؤمن بروحك وتواصل. والحمد لله لقيت طريقي انا في بلاد الغربه وناجح ناجح بامتياز هذا الحمد لله يا رب. احنا باش نسمعوا حاجه اخرى، نقترح عليك باش تعزف على راحتك اكثر. داكورد نعملوا حاجه في الجاز. اي اه بيه جاز
وليد الغربي معزوفة جاز ديما عندك الميلانج اللي تخدم عليه هذايا وأكيد فما شخصيات فنية عالمية أثرت زيادة فيك بخلاف يعني تكوينك وخذيت منهم حاجات في تجاربهم في حياتهم الفنية مسيرتهم الفنية. شكون مثلا أثر في وليد الغربي عالميا؟ أي والله كي تقول لي أكثر فنانين في العالم اللي هما عندي أنا في المرتبة الأولى وننظر لهم يعني المرتبة الأولى متاحهم نجم ينحيها لهم حتى حد، شارلي شابلن ومايكل جاكسون وبعدهم إلفيس بريسلي. أنا جاتني الفرصة باش زرت منزله والمدينة متاعه وين تخلق البلوز والجاز والجوسبيل والفلوس يعني. شنو شفت في الشخصيات هذوما الثلاثة؟ هذوما يعني مرتبة عالية. تقول لي شارلي شابلن يعني عازف كمانجا، ملحن، ممثل، مبتكر شخصية لعبة كل تعرفها يعني قلة ونظر معناها قلة قليلة باش تلقى فنان يجمع الأشياء هذية ويكون يعني ناجح ويخلي بصمة إلى يومنا هذايا. يعني ما فماش، أعطيني إنسان مثله هو قاعد العصر هذايا ونواري بلون، يعني من وقت النواري بلون، من وقت اللي حتى الكلام ما فماش، يعني الكوميديا اللي ما فيهاش بارول من أصعب الأشياء. أي. يعني فيلم كامل ما يتكلمش، يعني إبهار إبهار وإعجاز يعني الحقيقة متاع ربي. مايكل جاكسون شخصيته فريدة من نوعها، فريدة يعني في التلحين، في الموسيقى، في الرقص، في الكوريغرافي، كل يعمل فيه وحده. وثم شخصيته اللي خلى العالم كل يعني تبديل لونه وحياته الاجتماعية والعائلية خلى أثرت على العالم أجمع، يعني فهمت كيفاه. والفيس نفس الشيء، يعني الروك وابتكار الروك، واشتغل مع أكبر فنانين عالميين في الجاز وفي البلوز وخلى انطباع طيب. في كندا شفت نمط متاع خدمة مختلفة حسب ما حضرنا وحكيت لي على تونس وتقاليدنا يعني في الخدمة كل، حسيت لي خذيت تو برشا منهم ووليت ياسر معناها عايش بالإيقاع متاعهم واستنست بالعيشة. غادي وليد حنشوفوا شوية تصاور من الأجواء وانتي معناها في التدريب اللي تعملوا للبرشا معناها أطفال اللي كبروا توا ولاو يعزفوا، علاقتك برشا زيدا معناها ناس غاديكا أثروا في المشاريع اللي تقدمها وغيره. بالطبع أنا هذه احنا أسسنا جمعية اسمها نوفيل كادونس تسنيم وكريم وكريمة وياسر هذوما أصدقائي القراب برشا ليا والروحي ونشتغلوا مع بعضنا. عملت أنا مدرسة، عندي مدرسة موسيقية أنا منذ ذهابي ولا هجرتي إلى كندا، ما بعدتش على الموسيقى وأثثت وكنت نقري، وصم يعني بعد مدة أثثت المدرسة نقري فيها الكونسرفاتوار متاعي، وذوما تلامذة مني نحن من هما صغار خذيتهم وكبروا معايا وتو أثث بهم الأوركستر دي شومب اللي هو حوالي فيه 20 عازف، ونعملوا عروض في الاختتام سنة دراسية وفي فترة نويل رأس العام نعملوا عروض نقدموهم للأولياء. وهذا يعني من الأهداف متاعي، حتى المجموعة اسمها نوفيل جينيراسيون، وليت نحس في روحي عندي أبنائي، عندي أولادي اللي أنا كونتهم كبروا قدامي ولاو يعزفوا، وهذا حاجة تشرفني، وعندي علاقات طيبة ياسر مع الأولياء متاعهم، ونحس في روحي عندي عائلة كبيرة.
بعيد على أصدقائي اللي نخدم معهم، لكن تلامذتي والأولياء متاعهم اللي هما من يعني شتى الجنسيات، يعني عندي اليابانيين، عندي الصينيين، عندي الإيطاليين، عندي الكنديين، عندي جالي اللبنانية زادة. والموسيقى هي لغة توحد كل شيء. هي 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 هي, هي لغة. زادة نحب نوجه تحية كبيرة للجالي اللبنانية، لأنه أنا نشتغل معاهم كثير، وجالية الفلسطينية زاد، هذوما زوج جاليات يعتبروني أنا ابنهم، فماش عرس ولا فرح ولا مهرجان ما يعيطونيش فيه، ونمشي لهم ونكون أنا يعني فرحان لخاطر أنا تونسي مانيش من وطنهم، لكن هما يعتبروني كأني أنا من وطنهم منهم ونعز في الموسيقى متاعهم. شنو نوريك مناسبة ديما يتم تنظيمها معناها سنويا حسب ما تقولي كادونس كل عام؟ نوفيل كادونس. نوفيل كادونس كل عام. هذه كل عام. أنا كما قلت لك راني من 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 منذ ذهابي إلى كندا كل عام عندي كرياسيون، عندي إيفينمون، عندي كرياسيون. شاهدوا بعضنا شوية من أجواء نوفيل كادونس. كادونس بدوين هذايا فيستيفال دو موند عرب هذايا 2006 اول زياره الى كندا في الفيستيفال دو موند عرب، ثم شاركت بعرض جسم روج 2010 2012 هجرت لكندا. والمشاركات ديما بعد يعني المشاريع اللي تقدمها في اطار الابتكار وغيره تستضيف فنانين في كل مره، معناها في كل مناسبه تستضيف فنانين يجيو ويقدموا معاك معناها في كندا، تعطيهم الفرصه هذيا في اطار تعاون ثقافي. هو من بعد المشروع اللي قاعد نخدم عليه انا واصدقائي،
هو نوفيل كادونس، هذيك كادونس بدوين، هذا نوفيل كادونس، الايقاع المتجدد. الايقاع المتجدد عملت اربع عروض الان، دو وتروا والكات شارك فيه معايا الفنان القدير محمد جبالي. وهو بيدو القى فرصه باش عمل تعاون مع فنانين من الهند وفنانين من كندا وفنانين في الكونتري، وعملنا هالميلونج هذايا الحلو ونجحنا به. وكل عام ولات عاده في الريجيون نسكن فيها انا، يعني العباد تجي باش كل عام يستناو وقتاش نوفيل كادونس. الجمهور شكون هم معناها؟ جمهور كنديين اكثريتهم، الاكثر كنديين، اكثريتهم كنديين. توانسه مالوريزمون 30-20% جيوا يحضروا العروض اللي فيها البعد الثقافي هذايا. وكيفاش انطباعاتهم معناها؟ الكنديين ينبهروا، يحبوا الموسيقى التونسيه، يحبوا الاشياء، يقعدوا باتين كيفاش انا نعزف في الكوبوي، نعزف في الكانتري، نعزف في الجاز، نعمل البلوز، كيفاش ندخل الموسيقى هذيك الميلونج، ندخل الرباب، ايقاعات تونسيه. يقعدوا باهتين في الكونسيبت اللي نعمله في الكرياسيون، وهذا هو سر النجاح، على خاطر نحن نعيش في وطن فيه كثير الجاليات، وانا نحاول نجمع كما توا مشفق الهاشمي موسيقي يعني من باكستان، يعني معروف كثير، يعني محمد جبالي، فما الفنانة زولو جابور، عندي صديقي كريم شراد هو شاعر وعنده دواوينه في الشعر بالفرنسي، صادق ياسر بالصادق، يعني فنان عنده صوت متميز، مش معروفين هذوما هاجروا، لكن أنا وجدت فيهم حب الوطن قبل كل شيء، والطابع الفني وحبهم للموسيقى والفن. الخاطر احنا غاديكا مش غايتنا مادية أكثر ما غايتنا نتلموا ونمثلوا بلادنا ونمثلوا تونس، وهذا هو الهدف متاعنا. أنت وصلت حفظتهم نشيد الوطني. نشيد الوطني هذيك هذيك أما عملت رشاش كبير أنت يا هذه فنانة من سيبرانو صوت أوبيرالي معروف في كندا ستيفاني، كانت شاركت معايا في نوفيل كادونس، وحتى محمد جبالي غنى معاها، غنيت أليف يا سلطاني أردني زوز سبايا، وكنت نتنقل لها أنا حتى لبيتها ونحفظ فيها، يعني تعبت باش حفظتها نشيد الوطني، خاصة مخارج الحروف وهذايا مش سهل، عملت مجهود، وهذايا في حفل عيد الاستقلال، عيد استقلال تونس في مقر السفارة التونسية بأوتاوا، استدعاني سعادة السفير وقتها وقال لي نحبوا نعملوا حاجة هكايا سبيسيال عيد الاستقلال، وأنا اقترحت عليه الفكرة، ديما عندي الافكار، اللي قال لي كيفاش كنديه باش تغني بالعربي ودرا شنو هذا، يحب لها حكايه عملنا، قلت له تو انا نحفظها ونعمل حاجه سبيسيال، وكانت هذاك حضور سفراء العالم اجمع في عيد الاستقلال، كان حفل رائع.
نسمع شرقي شوية به نعملوا فيروز هاي. أنا والأمر جيران حلو باش لوا به ندور شوية هكا شرقي دجاج بلوز نحن والأمر جيران أمر جيران للسيدة فيروز بإيقاع فيه لمسة وليد الغرب اليوم في منقلبي الكمانجة شنو تحسها بالنسبة ليك وليد؟ هي عندي في راسه خالد وعندي الكمانجة وعندي كريمة معهم معهم يعني حاجة مني أنا معناها فهمتني؟ حاجة من عائلتي حاجة من روحي قطعة نبدأ نقاري في تلامذتي باش نغرمهم ديما نقول لهم راهي كي تتعلموا الكمانجا وتاخذوا سنة أولى باش تعلموا البوزيسيون تاع الفيولون ومفهوم الكمانجا في السنة الأولى يعني يلزم تولي توصلوا الكمانجا كي تحسها كأنك ما تمسهاش كل يوم الكمانجا كأنك ما شربتش الماء كأنك ما رقدتش كانك ما حكيتش فمك فما حاجه كلمونك في شخصيتك ما عملتهاش معناها هي الكمانجا فهمتني نسيت حاجه معناها اللي هي ما لازمش تنسى فهمتني حتى تولي عباره عين عباره قطعه من في بدنك معناها عايشه معاك حياتك كامله فيولون اوتور دو موند فيولون اوتور دو موند هو العرض الاخير قدمت سنة في فيستيفال دو موند عرب كانت مشكور الإدارة أنا فيستيفال دو موند عرب في موريال شاركت في فيستيفال دي جاز عديد المهرجانات عديد يعني أبار كل عام نعمل كرياسيون عندي اشتراكات في المهرجانات العالمية الكبيرة ونقدم مشاريعي فيولون تور دو موند فكرة جاتني بصفتي كما قلت لك انا جاليات كبيره موجوده غاديكا ونقري
وساعات مع تلامذتي نبدا نعزف لهم شرقي، نبدا نحكي معاهم فهمتني، يقولوا لي مسيوك تعزف علاش ما تعملش عرض فيه وحدك فيه الحكايات هذوما الكل فهمتني ونتفرجوا فيك. جاتني الفكره فيالون تور اوتور دو موند اللي نعزف فيه الجاز، نعزف فيه البلوز، نعزف فيه نفرجوا شويه منه. هي. فيولون اوتور دو موند، فما ريشيرش حتى على معناها الضوء والخدمه على السين وكل شيء كل شيء. حتى في فنان تونسي صابر احمد معروف هو دخلت علينا من جميع اللي خلته في كندا مهاجرين، استدعيته كان معايا في الحفله هذايا، ويعني فيه الكلاسيك، فيه الجاز، فيه البلوز، فيه التونسي المالوف اللي هو قدموا ياسر، فيه الصوفي اللي قدموا كريم، فيه الاندلسي والشرقي عملنا عبد الوهاب وعملنا المالوف اللي قدموا صابر احمد يعني، وفيه الهندي الموسيقى الهنديه الجهات الازياتيك يعني، دونك عندك الازياتيك التونسي الهندي المغاربي الجاز البلوز الكلاسيك على هذاك يعني الانماط هذه الكل عزفتها في عرض واحد. دونك فيولون اوتور دو تحس اللي في الخارج اكثر فما اقبال على الموسيقى يعني الالاتيه والعروض اللي مبنيه على الموسيقى والعزف فقط اكثر من اكثر من تونس. من تونس انا مع الاسف ديما نحاول باش رغم اللي فما برشا عروض ناجحه كانت وفما برشا محاولات معناها تونس. انا متغيب مانيش مقصر، حتى المشاهدين والمسؤولين يقولوا هو بعيد في كندا في اخر الدنيا وما يجيش، نقدم الملفات وجمهور تونس يحب زيدا معناها التنوع والاختلاف والمشاريع هذه الفنيه. عندك جمهور يتبعك في تونس، غبت لفتره معناها طويله، كنت قبل في سنوات اللي حكينا عليهم كنت ديما حاضر، كنت حاضر في مهرجانات ومهرجانات، يمكن زيدا الهجره اثرت شويه خطر مش كيما تبدا موجود ديما معناها ومتواصل ديما على عين المكان كيما تكون بعيد، ولكن تتصور اللي ان شاء الله يتم تدارك هذا معك ومع برشا فنانين اخرين. شو هريك الفيديو هذا بعدش نحكيه شويه على الاجواء هذه في كندا. وليد نحكيو على الافاق ونحكيو على المستقبل، هذوما يظهر لي عند وليد توا الافاق، هذوما الافاق وهذوكم وليداتي اللي بداوا معايا وباش نواصل معاهم، وان شاء الله يعني عندنا كثير المشاريع. باش يقعدوا هكا في الكلاسيك ولا باش ندخلهم؟ لا باش ندخلهم الموسيقى الشرقيه. هذايا هو متاكده من هذا. هذايا هو لخاطر اللي في البروفيل نتاعي ما فماش برشا في كندا الحقيقه يعني، تلقاه يعني ملم بالموسيقى الغربيه والموسيقى الشرقيه، والموسيقى الشرقية الأولياء هم اللي طالبينها. لحنا في الموسيقى الشرقية والعربية متاعنا عندنا ريشاس كبير برشا اللي ما نلقاهوش في الموسيقى الغربية. الموسيقى الغربية حاجة كلاسيكية، حاجة مضخمة، حاجة فيها دراسة وفيها عمق
لكن الروح والرشاس اللي في المقامات الشرقيه اللي عندنا حاجه كبيره وحاجه مهوله. باش نحاول نزرع لهم كما انا تعلمت ما بين الحاجتين، باش نحاول وليداتي هذوما نعلمهم الموسيقى الشرقيه، وامنيتي باش يعزفوا الشرقي، لخاطر هذوكم كبروا معايا، ونخلي البصمه، لخاطر غدوه واحد يمشي على روحه وفما جيل اخر طالع، وسيرتو في غاديكا في كندا، فهمتني؟ هذا هو الهدف متاعي، نخلي عباد غدوه تذكرني بالخير اللي هما تعلموا موسيقى مختلفه على 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 غيرهم يعني. فوالا. وليد الغربي، شنو تقول للجمهور اللي تبع فيك اليوم قبل ما نختم؟ والله قبل ما نختم ساعه نحب نوجه رساله الى رئيس الدوله، ان شاء الله هذا هو يسمع، فهمتني؟ الخاطر نعرف اللي السيد الرئيس مهتم بالشأن الخارجي والمواطنين الخارج، بصفته هو يشرف على القطاع، قطاع وزارة الخارجية، لفتة للمبدعين اللي يعيشوا في تونس. نحن نحاربوا على بلادنا، رانا نحاربوا على بلادنا، ورانا نحبوا بلادنا نوارة. كيف نقاور وإحنا نحاربوا وحدنا، يد وحدة ما تصفقش الحقيقة يعني. تونس راهو بمبدعيها وبفنانيها، راهو ما يكفيش توا نجيبوا فنان يغني للجالية التونسية، هذيك حفلة خاصة للجالية يحبوا يشتحوا يعملوا جو، فهمتني؟ ما نقولوش لا، مي المهم في هذايا هو تمثيل تونس في المحافل الكبيرة الدولية. حتى كيف تهز أنت مجموعة مثلا رشيدية ولا لطفي بوشناق، ولا نحيي بالمناسبة الفنان الكبير لطفي، ديما في اتصال أنا وياه، وديما معناها جاء توا لطفي نحب نذكره، يهز تليفون ويشكرني ويقول لي وليد يعطيك الصحة، ومعناها فريمون معناها شيمات معناها كبيرة عند لطفي بوشناق اللي يتبع حاجات كيف هكايا ويشجع فيا. دونك هذوما حفلات خاصة وتمشي تمثل تونس للتوانسة، لكن أنت كي تبدا عايش في وطن في الغربة وموجود على عين مكان، دفاعك على وطنك أكثر بكثير من دفاع تونسي اللي يجي من تونس باش يعمل حفلة للتوانسة. نحن نحب نمسوا الكنديين، ما نحبش انا نمس التوانسة عندهم جوهم ونشيخوا معاهم ونعملوا لهم حفلاتهم وذاك ما عند، اما انا ومجموعتي نحب نمس ثقافة تونس، نحب صورة تونس نمسهم، خاطر عندي الامكانيات في الميديا نتاعهم، في مع الموسيقيين نتاعهم، مع المبدعين نتاعهم، عندي الامكانيات، لكن وحدي نضرب وحدي راني معناها ما نخلطش نضرب وحدي، يلزم فما التكاتف وفما التلاحم. ونوجه هذايا وزارة الثقافة، وزارة السياحة، وزارة الشؤون الاجتماعية، رانا نحن نجموا نعطيه صورة متميزة لبلادنا. وانا كنت سعيدة اليوم انك حاضر معايا. شكرا. في من قلبي شكرا على الحضور. شكرا. والختام باش يكون مع المعزوفة الاخرى معاك اللي هي نعملوا حاجة تو احنا عزفنا الشرقي، وعزفنا الجاز، وعزفنا الكلاسيك، ش قعد نعملوا بلوز؟ نعملوا بلوز، نختموا بالبلوز. شكرا مشاهدينا على المتابعه، نتلاقاو ان شاء الله الخميس الجاي كالعاده على القناه الوطنيه الاولى في من قلبي.